جدتي ووالدتي في بلدي، تركتهما وذهبت إلى العمل لمنطقة أخرى غير بلدي، إلا أنهما حزينان لذلك. هل أكون آثما والحال ما ذكر أم يجوز لذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا حسب الحاجة، فإذا كنت محتاجا إلى العمل وليس في بلدك عمل تتقوت به فلا بأس أن تذهب إلى بلد آخر ولو كانت أمك وجدتك حزينتين. أما إذا كان هناك عمل في البلد تستطيع منه أن تؤمن حاجاتك فإن بقاءك عند والدتك وجدتك واجب عليك لبرهما والإحسان إليهما. جزاكم الله خير.